بيكم في مؤتمر كارديو اليكس. النهارده هيكون معانا الاستاذ الدكتور احمد مجدي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. ممكن حضرتك تعرفنا بحضرتك؟ انا احمد مجدي، استشاري في بعض القلب و عضو مجلس اداره جمعيه القلب المصريه وعضو مجلس اداره جمعيه القسطره الامريكيه فيما قبل. اهلا بحضرتك دكتور. ممكن حضرتك تقول لنا what do you think about cardio alex this year؟ هو المؤتمر يعني بيكبر باستمرار وبيقدر يكون بوظيفه متنوعه، عندهم القدره ان هم علاقاتهم الدوليه المتعدده، فبينفايت اساتذه من انحاء العالم، ناس كتير. انا يمكن عشان برضه بسافر كتير فبقابل شخصيات كبيره، وهم المطار بقى يعني بقى تريد نيم معروف بره، ده هو اسكندريه وفي الوقت ده، واساتذه كتير بيحضروه من مختلف انحاء العالم وفي جرز كبار. فنتمنى ان هو اي حاجه ناجحه في مصر احنا مفروض احنا نتعاون فيها علشان صالح العام. دكتور كنا عايزين نسال حضرتك، هي ايه هي الاسباب الحديثه في العلاج الدوائي بالاسطار القلبيه؟ هو العلاج الاساليب الحديثه في علاج الازمات القلبيه، هو طبعا اهم حاجه فيها يمكن هو الوقت اللي عنده ازمه قلبيه دي، اللي هو فوت خلال وقت بيسموه اللي هو تايم ويندو او نافذه الحياه، خلال 90 دقيقه هيكون راح المستشفى ويدوله طبعا في السكه ادويه تعمل سهوله في الدم، وفي دلوقتي في ادويه تقطر الدم دي متنوعه وحاجات احدث ومور ريلايبل او يعتمد عليها اكتر باذن الله. وبعدين هيكون في الناس عندنا دلوقتي خبره كبيره اللي هم في الشريان، اهم حاجه لعضله القلب محتاجه ان الشريان يرجع يضخ دم تاني، فالعضله القلب ما بيحصلش فيها دامج. اللي عنده قصور الشريان في نوعين، في النوع اللي هو الحالات المزمنه اللي هو مريض مثلا اشتكى بألم في صدره فراح للدكتور عمل رسم قلب مجهود او عمل فحص فشك ان عنده شريان تاجي ضعيف فطلب المريض يعمل له قسطره. مش كل اللي عندهم طبعا ذبحه صدريه مستقره ومزمنه بنعمل له قسطره، طلب ان هو ما عندوش اعراض بتنترفير مع حياته اليوميه، وان هو مثلا الاختبارات اللي عملها نون انفيز زي رسم القلب مجهود مسح الذري الحاجات دي كلها ما فيش فيها قصور شديد، فبياخد علاج ادويه. والادويه تطورت، ادويه توسيع الشرايين، ادويه بتشتغل على الشرايين الصغيره، ادويه تخثر الدم، علاج الكوليسترول، ريسك فاكتورز كلها تبقى كنترول اللي هو ضغط الدم والسكر التدخين وقفه والحاجات دي كلها العلاج الدوائي. والمريض بيمشي على الادويه دي وبيتابع مع الدكتور بيعمل تحاليل بروز بروز التاني. وفي مريض اللي هي الملتزمة الشريان التاني اللي هو واحد كان يا اما هو كان بيشتكي بذبحه قبل كده او قصور، يمكن كلمه ذبحه قويه شويه بس هي ده التعريف بتاعها، ان عنده قصور في الشريان لكن فجاه جاله الم شديد في صدره، فدي يا اما الذبحه دي بقت غير مستقره يعني ان هو بقى الوجع ما بيروحش من الحبوب اللي هي تحت اللسان المريض بياخدها وقت اللزوم، الوجع بقى متكرر فلازم يرجع للطبيب على طول، ودي ممكن بيسموها ذبحه غير مستقره انستيبل انجينا او حاجه اسمها نون ستيمي، فدي بيحتاج ان هو يتعمل له تحاليل ويتعمل له رسم قلب ويتاكد. والحالات دي بتحتاج غالبيتها تدخل سريع يعمل قسطره، لكن طبعا مش لازم اول ساعه، ده غالبا عندنا وقت ان احنا نفكر ونعمل بلاننج وندي ادويه ونصلح. واللي عنده بقى جلطه في القلب، اللي عنده جلطه في القلب ده اللي هو بيتكلم اللي هو التايم ويندو، هم دول اكتر ناس فيهم مورتاليتي او وفيات عاليه، دول خلال ساعه او 90 دقيقه بالكثير هيكون المريض ده عمل القسطره وفتح الشريان. حصل بقى تطور كبير على مدى مثلا 20 سنه في العالم كله، لان هو الفيرست كيلر في العالم كله الى الان هو امراض الشرايين، افراد القلب وبالذات امراض الشرايين التانيه، واصبحت بتواجه الشباب وبتواجه الستات كمان، وبما ان الاعمار زادت في العالم نسبه المرضى المعرضين ليها عاليه جدا. حصل تطور في الادويه، حصل تطور في القسطره. القسطره في الناس اللي عندهم الحالات المزمنه بقى دلوقتي تقريبا عندهم القسطره التداخليه واللي هي بيسموها الدعامات، تقريبا 90% من حالات قصور الشريان التاني بتحتاج تحسين الشرايين بيقدر يعملها بالقسطره من غير ما فتح القلب او من جراحه، رغم الجراحه نفسها برضه بقت في مينيمال انفيزف اللي هي مثلا قليله التداخل من غير فتحه كبيره في الصدر، لكن بقى في القسطره التداخليه بقى في ارياز او افاق كبيره جدا وصلنا لها في اخر يمكن 10 سنين بقى ممكن توسيع اللي هي الشريان المتفرع الشرايين اللي هو الجذع الشرياني
الشريان المنغلق اللي هو بيسموه كرونيك توتال اوكلوجن المنغلق من زمان، بقى في يعني اساطر معينه او اجهزه معينه اللي فتحوه، ما بقاش في حاجه تقريبا باذن الله ما يقدرش الطبيب دول طبعا تخصص الاسطره التداخليه. وانا اتشرف ان انا يعني عن طريق معهد القلب وعن طريق الزمالة المصرية للقلب ان احنا بقى في زمالة القسطرة القلبية، وده تخصص القسطرة بعد ما يخلص تخصص القلب كله، واساتذة القلب في مصر كلهم مشتركين من القاهرة ومن اسكندرية ومعهد القلب، وان هو في التخصص ده لان في تطور هائل مستمر في القسطرة التداخلية، سواء ان هو علاج الشرايين او علاج الصمامات، الحاجات دي كلها بتتطور. الحالات المزمنة بقى في كل الدعامات موجودة كل الانواع، في مثلا الشريان اللي هو دي في منتشر فممكن يتعمل ريكونستراكشن للشريان اعاده بناء ويتحط يتوسع الشريان يحط فيه دعامات، الدعامات الدوائيه بدل هي ريبليسنج خلاص ما بقاش في الدعامات العاديه عشان هي كانت بترجع تاني، يحصل دي الشريان دي مش بترجع عشان فيها دواء بيعالج الشريان، الضيق المنغلق المزمن بيتوسع عن طريق اساطر وحاجات زي الشنيور او يا رب عيارة نقدر تدرايب ونفتح الشريان في التكلس، بقى في حاجه اسمها الاتريكتومي اللي هو بنكسر الكالسيوم واحنا داخلين عشان نفتح الشريان وبعدين نحط في الدعامات برده، فدي تطورت. الحالات الحاده برده عامل الوقت بقى مهم وده اتحسن، وبقى في حاجه ممكن مثلا اللي عنده شريان في تجلطات ممكن علاجها بادويه تدوبها، ممكن حتى اساطر هي شفط التجلط لو موجود رغم ان دي عليها دلوقتي بايس شويه وعليها كوتوبيز، لكن فيها الحالات الحاده بقى التقدم فيها كبير جدا، اجهزه القسطره نفسها تحسنت، الايمجنج فيها بقى احسن، بقى نقدر نشوف بطريقه اكتر انواع، حتى اللي بنستخدمها حتى الصبغه نفسها ما بقتش تضر المريض، بنستخدم انواع اقل ضرر على المريض، ففي تحسن. اهم حاجه ان المريض بقى اللي هو بعد ما يعمل قسطره سواء هو الحاله مزمنه او حاله حاده ان هي مش دي نهايه المطاف، لا هو دي معناها بدايه الرحله اللي هو خلاص ده مريض قلب عشان ما تجيلوش الحاله تاني، فلازم هو بيتابع مع الدكتور وبيعمل تشيك اب ويغير نمط حياته، لازم وزنه يقل، لازم الكوليسترول يقل، الضغط يتحسن، السكر يوقف، التدخين، كل الحاجات دي كلها لازم تتخس. ميرسي يا دكتور، وشرفنا بلقاء حضرتك النهارده. اشكرك، اشكر جامعه اسكندريه وكارديو اليكس.